اذا نطلع هلا على تركيبه الفيربل فريكوانسي درايف. اول مرحله عندي راح يكون في عندي معظم المودرن فيربل فريكوانسي درايفز هم ان كنترولد ريكتيفاير. هلا كانوا زمان يطلعوا سيستمز كنترولد يحطهم ثيرسترز، لكن معظم السيستمز الحديثه هي ان كنترولد. يعني صرت استخدم البي دبليو ام عشان اغير الفولتج والفريكوانسي. اذا هذا بس عباره عن 6 بلس ريكتيفاير. ليش بنسميه 6 بلس؟ لو طلعنا على الاوتبوت هون الدي سي، هلا هون وين راح يدخل عند الاي سي؟ هاي ار هاي اس، هدول طبعا راح يكونوا 3 فيز، وهذا عندي تي. هدول راح نرقمهم 1 2 3 4 5 6. ليش بنرقمهم هيك؟ انه هذا البلس لو جيت اطلعت على البلسز او هذا راح يكون واحد، بعدين راح اضرب بلس راح يجي بلس على اثنين، راح يشتغل رقم اثنين، بعدين راح يشتغل رقم ثلاثه، بعدين راح يشتغل رقم اربعه، خمسه، سته. هذا في 6 بلس لانه راح يكون الاوتبوت 60 ديجريز، كل 60 ديجريز بتمثل واحد. فاذا جيت اطلعت على الاوتبوت لهذا الريكتيفاير هي اوميجا تي، وعندي هون في اوميجا تي اللي هو الفولتج الاوتبوت راح يطلع من هون، هذا دي سي طبعا، بس دي سي ايش في بي؟ ريبل. اذا جيت اطلعت على الاوتبوت هون عندي بعد 30 درجة من هون، في عندي هذا راح يطلع لمدة 60 درجة، فراح يكون عندي 30 90 30 ل 90 راح يكون عندي 60 درجة. هذا هون راح يكون the most positive 1 2 3 4 5 6. راح يكون هذا هون لمده 360 درجه، يعني هاي كانها هون 300 ل 390، او راح تكون هاي القطعه هي نفسها القطعه هاي اللي موجوده هون. هذا راح يضل هاي، لا هذا كل واحد من هذول راح يكون هاي لمده 60 درجه، فهذا راح يروح ل 90 درجه من هون. هاي الكيرف هو عباره عن ار ماينس اس، هاي راح تكون R minus T، وهذه S minus T و S minus R، وبعدين T minus R و T minus S وهكذا. اوكي، ايش الفولتج اللي بيطلع عندي؟ الفيز فولتج ولا اللاين فولتج؟ لاين فولتج. هي R minus S مش R اللي بيطلع عندي لبرا. ليش؟ لانه في حالة R minus S مين راح يشتغل من هذول؟ واحد، راح يشتغل 1 و6، مضبوط؟ لانه ار في اللحظه هاي هو الموست بوزيتيف، واس هو ذا موست نيجاتيف، فراح يكون عندي شغال خلال 60 درجه هذول 1 و6 حتى يطلع ار ماينس اس. بعدين حتى يشتغل ار ماينس تي راح يشتغل عندي هون 1 و2، بعدين راح يشتغل عندي اس ماينس تي اللي هو 3 و2، بعدين اس ماينس ار 3 و4، وبعدين راح يشتغل عندي تي ماينس ار تي 5 و4، بصير عندي 5 و4، واخر شيء راح يكون تي ماينس اس 5 و6، وبعدين برد برجع مره ثانيه 1. تلاحظوا انه لمده 120 درجه كل واحد من هذول شغال لمده 120 درجه، هي 1 شغال لمده 120 درجه، 2 شغال لمده 120 درجه، 3 شغال لمده 120 درجه، 4 شغال لمدة 120 درجة، و5 شغال لمدة 120 درجة، و6 شغال، بس ال 120 درجة تبعتهم شيفتد باي 6 ديجريز، فاللي بيشتغلوا الاثنين مع بعض راح يطلع عندي الاوتبوت من هون. هلا هاي نقطة مهمة، خلينا نحسب ايش راح يطلع معي الاوتبوت فولتج بدلالة الانبوت. هلا الانبوت من هون في عندي في فيز، مضبوط؟ ار ام اس، هذا اللي هو اللي موست لايكلي اني اعرفه، او في لاين ار ام اس. خليني افترض انه في فيز ار ام اس 230 درجه 230 فولت، فعندي يعني ايش يعني في فيز؟ يعني ار لحاله، مضبوط؟ فاذا كان الان في فيز ار ام اس بيساوي 230 فولت، هذا طبعا ار ام اس، قديش في لاين راح يكون؟ 230 راح يصير عندي اظن 400، بالله شوفها اضربها على الكالكوليتر بيطلع اظن 398 او شيء زي هيك. 398 تمام، اذا هذول جاهزين عندي هون. طيب هاي النقطة ايش راح تكون؟ هاي البيك ولا الار ام اس؟ هاي البيك تبعت الويف فورم. هاي
بيك تمام. اذا هاي البيك هون ما راح تكون 398 او 400، هاي قديش راح تكون؟ هذه عباره عن اللاين فولتج. لو رسمت اللاين فولتج قديش الفريكونسي تبعته راح تكون؟ 50 هرتز مزبوط، مش كله 50 هرتز. هذا اللي هون هاي قديش الفريكونسي تبعتها راح تكون؟ في 6. فالفريكونسي تبعت هاي راح تكون 6 في 50 هرتز وتساوي 300 هرتز. لاحظوا هاي الويف فورم عباره عن دي سي مزبوط، مركب عليها اي سي مزبوط. الدي سي تبعها قديش قيمته؟ شو اللي هو الافرج تمام. هلا راح نحسبها. اذا عندي هلا هذول، هذه الويف فورم، هاي الار ام اس تبعها 400 فولت. اذا قديش البيك تبعها راح يكون؟ اذا في لاين بيك راح يساوي 400 او 398 مضروب في جذر الثلاثه. الكل فاهم جذر الاثنين عفوا، لانه عندي بدي احول من بيك من ار ام اس لبيك. قديش 400 بجذر الاثنين؟ 500 565 فولت. اذا هاي النقطه راح تكون 560 65 فولت. لاحظوا هذا عرضه 60 درجه، هاي النقطه تعتبر 90 بالنسبه لهاي ويف فورم مزبوط. اذا قديش رجعت انا من ال 90 لورا؟ اذا هاي كلها 60 قديش القطعه هاي؟ 30. اذا رجعت هون انا 30 لورا، هاي النقطه قديش كانها؟ كانها 60 مزبوط، 60 درجه بالنسبه لهاي الويف فورم. هاي الويف فورم ار ماينس اس، ايش العلاقه بين ار ماينس اس وار؟ في شفت 30 درجه. هاي عندي ار، هاي اس، هاي تي. ار ماينس اس وين راح تكون؟ بعملهم كفكتورز، بطرح هذا من هون باخذ هدول. هذا عباره عن ار ماينس اس. ار ماينس اس كطول ايش علاقته بار؟ جذر 3. طب وزاويه؟ 30. ليدين ولا لاجين؟ ليدين. لاني انا عمالي بلف هون باي سرعه؟ اوميجا راديانس بير سكند. وانا اذا عمالي براقب من هون ايش راح اشوف؟ راح اشوف بالاول ار ماينس اس بعدين ار. اذا هيها ار ماينس اس. ملاحظين ار ماينس اس بالنسبه لار قديش ليدين؟ باي 30 ديكريز. اذا طلعوا هاي هون، هاي 90 درجه بالنسبه لار ماينس اس. اذا هاي قديش بالنسبه لار ماينس اس؟ 60. هي 30 بالنسبة ل R بس 60 درجة بالنسبة ل R minus S. إذا قديش هاي النقطة؟ نقطة الالتقاء هاي، كيف بقدر ألاقيها؟ بالكوساين ايش؟ 60. أحسن، كوساين 60. أنت ماخذ معي باور الكترونكس. وعندي هون راح يكون المعامل هذا مش هيك؟ ايش معامل؟ المعامل تبع عفوا، معامل. قديش المعامل عندي هون؟ مش هذا ال 565 معامل ايش بيكون؟ لما احنا بنطلع البيك، البيك وين بروح؟ وين بكون مضروب بايش؟ بالكوساين. بالكوساين او بالساين، مش هيك مضبوط؟ يعني احنا لما بنقول انه ار ماينس اس بتساوي ار ماينس اس، اذا بدي اياها كفانكشن اوف اوميجا تي بتساوي البيك هذا اللي هو 560 65 مضروب بساين اوميجا تي مضبوط، وفي له زاويه من هون. هذا اللي بضربه بالساين شو لازم يكون؟ الار ام اس ولا البيك؟ البيك مش هيك؟ إذا هاي راح تكون عبارة عن 560 65 مضروب كوساين ال 60. قديش كوساين ال 60؟ 0.866. لا كوساين ال 60 ساين ال 30. إذا لا، هذا ساين ال 60 مش كوساين ال 60، لأنه هذه ساين مضبوط؟ إذا ساين ال 60 هو كوساين ال 30 اللي هو جذر الثلاثة على 2 مضروبة في 560 65. احسب لنا هاي. إذا هاي 489 فولت. ملاحظين هاي الويف فورم فيها ريبل، قديش كمية الريبل؟ من 489 إلى 565 في عندي هذا الريبل اللي موجود هون. إذا بدي أخفف من هذا الريبل بدي أروح على 12 بلس ريكتيفاير، بس إحنا هون مستخدمين 6 بلس ريكتيفاير. هلا بدون إثبات راح نحط أظن الأوتبوت الأفرج. اثبتناه دكتور، اثبتناه هون مضبوط، كانت 3 جذر 3 جذر 3 باي في فيز في باي ولا على باي؟ على باي. على باي 3 جذر 3 باي مضروبة في في ايش؟ الفيز البيك، البيك تبع الفيز اللي قديش تطلع بالحالة هاي؟ احسبها كمان بكوساين الفا كان كنترول. إذا كان كنترول، احنا هون لو ام كنترول 3 جذر 3 على باي في في بيك فيز اللي هي في بيك فيز اللي كانت 230 بدي اضربها في جذر الاثنين مضبوط، فبتصير عندي 3 جذر 3 على باي
230 بجذر الاثنين قديش تطلع معنا هاي؟ خمسمية وسبعة وثلاثين راح تكون أبري. هل هو منطقي هذا الرقم جاي بين القيمتين؟ صحيح، مش شرط يكون نص المسافة بس هو بين القيمتين. إذا الأفرج تبعها هلا هون شوف شو راح نحط، راح نحط هون كاباستر. هاي النقطة مهمة في الفاريبل فريكونسي درايف لأنه اسمها الدي سي بس، راح تسمعه كتير إذا بتدخل على هذا راح ينذكر الدي سي بس. الدي سي بس يعني أنا كل هدفي من هذا الجزء إيش أعمل؟ إيش أجهز هون؟ دي سي يكون عندي دي سي، وبحاول إنه هذا يكون قدر الإمكان يكون فلتر تو سموث اس ماتش اس بوس. بنحط احنا هون الكباستر. الكباسترز هذول طبعا الريتنج الفولتج ريتنج تبعتهم لازم تكون على الاقل مناسبه لايش؟ تكون مناسبه لهذا الفولتج، ولذلك عاده هذول الكباسترز بيكونوا ريتد ل 1000 فولت. يعني لازم يقدر يتحمل لانه الكباستر عم بيعمل عزل مظبوط، ففي ريتنج فولتج لازم يتحمل، فعاده بيكون معمول له ريتنج ل 1000 فولت بحيث انه يتحمل الفولتج ما يصيرش فيه بريك داون. واذا بدي كباسترز اكثر شو بعمل؟ بحطهم ان بارلل ولا ان سيريز؟ ان بارلل عشان يجمع. فعاده بنلاقي هون في مجموعه من الكاباسترز موجودين، واحد الاشياء اللي لازم تغيرها في الفيربل فريكونسي درايف مع الوقت اللي تعملها الصيانه هم الكاباسترز. عيان بيعتبروا انه هدول الكاباسترز انهم عمر معين. كل مره بعمل تشارج وديسشارج بطفي السيستم وبرد بشغله مره ثانيه، ايش راح يصير هدول الكاباسترز؟ عمالهم بيعملوا تشارجنج، هاي العمليه بتاثر من عمر الكاباستر. طبعا اذا خرب هذا الكاباستر راح يعمل شورت سيركت، واذا عمل شورت سيركت راح يخرب الدائره اللي موجوده. إذن أحد أشياء الصيانة الدورية لازم تنعمل في هذا هو الكاباسترز، بس تفتح راح تلاقيهم حجمهم ضخم موجودين، وممكن يكونوا إلكتروليتيك كاباسترز منهم. إذن هون عمالنا بنحاول نخفف الريبل اللي موجود، هذا اسمه الريكتيفاير، هذا كله ريكتيفاير، وعادة بيكون أنكنترولد. خلص بعطيني هذا الفولتج، هلا كل شغلي بتغيير الفولتج والفريكونسي وين راح أعمله؟ في دبليو ام. الإنفرتر. الإنفرتر راح أعمل البي دبليو ام بحيث إني أغير. هلا الميكانيزم اللي بنعملها في البي دبليو ام بتغير الفريكونسي والفولتج بنفس الوقت، لانه حكينا انه في على اف بدنا نحافظ عليه كونستنت بس راح اعمل له بوست بعدين لما بنزل على الفريكونسيز منخفض. الكل فاهم؟